جزء من حياتنا كبير جدا دلوقتي بنقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لها دور ايجابي ولها دور سلبي، لكن اعتقد ان احنا محتاجين نفكر ونراجع نفسنا يعني في الحاله اللي احنا وصلنا اليها دلوقتي. اعتقد ساعات بنضيعها على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى غيره. يعني هل ده ايجابي ولا سلبي؟ هل ده بيصب في صالح الاسره ولا لا يصب في صالح الاسره؟ الزوجه اللي قاعده بتبص في التليفون، والزوج قاعد بيبص في التليفون، والولاد كل واحد معاه تليفون، وكل واحد فيهم عايش في عالم غير التاني، هم بس في اوضه واحده ولا في شقه واحده جسدا لكن فكرا وخيالا كل واحد عايش في العالم بتاعه. اضافه طبعا الى الاعلام ودوره برضه مع السوشيال ميديا الاثنين مع بعض في يعني تشكيل وجدان الانسان في قضيه المواطنه تحديدا بقى. يعني هل احنا يعني بنعرف نتناول هذه القضيه بما يجب ان تتناول به، ولا كل واحد بيدلي بدلوه وفي النهايه نطلع في النهايه وبالتالي يحترق الوطن وتضيع مجتمع يعني مش مستفيد حاجه، وحاله من التشرذم وحاله من التفكك وحاله من كذا وكذا. اعتقد ضيوفنا الكرام هم اقدر الناس اللي يكلمونا في هذا الموضوع لثقافتهم وايضا توجهاتهم الفكريه وانتماءاتهم الفكريه. ضيوفنا الكرام اللي برحب بيهم الاستاذه الاعلاميه طبعا السيدات اولا الاستاذه الاعلاميه الزميله الفاضله دينا عبد الكريم، برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك فضيله الشيخ، مبسوطه ان يكون معاكم ومبروك البرنامج. يعني حقيقي وجودنا معاكم حاجه جميله، وفكره الصديقان وموجوده مع صديقي رامي، انت برضه حاجه فرحانه. ما خفتيش وانت جايه كده متبرجه زي ما قال لك الشيخ محمود؟ ما انا جايه بعد اذنكم بقى. انا شايفه ان التبرج بيبقى في الفكر. قال لك يا متبرجه يعني الراجل كده على طول. انا اشتكي لكم. صديقي العزيز الزميل الكبير الاعلامي ايضا والكاتب الكبير الاستاذ رامي جلال، طبعا والده الكاتب الكبير الاستاذ جلال عبد القوي، برحب بحضرتك. جلال عامر اسف، برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. الوالد الله يرحمه كان ليه مقوله انا مش فاكرها نصا، بتاعت لو معناها كده لو انت قاعد على رصيف في بلدك يعني ما تشغلش بالك بالوطن، اشغل بالك بالوطن حتى لو كان رصيف بتنام عليه. الله، يعني لابد نكون موجود اصلا، يعني فكره وجود الوطن مش حدود، حتى لو رصيف بتنام عليه، يعني فكره وجوده انه موجود بعيدا عن حدود، وحدود دي تفهم بيها يعني انه ما عندك وطن حافظ عليه حتى لو كان حاجه بسيطه، حتى لو كان في وجهه نظرك او كان الوطن قاسي او كان الامه عليك شديده. فاحنا بنحب الوطن، ان مصر وطن ليس نعيش فيه، ولكن مصر وطن يعيش فينا. صحيح صحيح. اهلا ومرحبا بكم دكتوره كريمه، دكتوره دينا، واهلا ومرحبا بالاستاذ الجميل الاستاذ رامي. واعتقد هتبقى سياحه جميله طيبه بيننا وبين بعض على مدى العمر الباقي من البرنامج، تفيدونا وتعلمونا وتعرفونا بحاجات كتير. الاعلام متهم بتشويه العلاقه الازليه بين المسيحيين والمسلمين في مصر. الدكتوره دينا عبد الكريم ماذا تقول؟ ثم الاستاذ رامي ماذا يقول؟ كلام كتير قوي. دخله شديده. انا بنا عايزه اقول انه الاعلام متهم بكل حاجه. الاعلام متهم بالتقصير، والاعلام بالتقصير في الوعي عموما. النهارده لسه حاله متهم بالتقصير في اننا نوعي الناس بالانفاق، كل حاجه الاعلام متهم بيها. لكن بالازمه فعلا، لكن في حقيقه الامر، الازمه اللي تخص العلاقه بين المسلمين والمسيحيين، الازمه الحقيقه مش المطلوب كمان انه بس الاعلام، لكن الاصل، لكن اذا كنت بتكلم عن دور الاعلام، هو الاعلام عمل حاجه من وسائل، احنا حتى بتدرس كده في الاعلام، اذا كنت عايز اقضي على حاجه انا يا اما اتجاهلها تماما يا اما احاربها بشده جدا فالناس تحس انها موجوده. فاحنا عملنا الحقيقه الاثنين، يعني احنا تجاهلنا. جميله، هي دي نظريه اعلاميه. انه هو احنا عملنا الاثنين، احنا احيانا تجاهلنا اصلا ان في حاجه اسمها علاقه حقيقيه لازم تكون موجوده، وقفلنا دوائرنا. يعني انا بفتكر ان رامي كتب كتير في الحكايه دي، وانه ناس كتير كتب، قفلنا دوائرنا كمسيحيين وكمسلمين كل على نفسه. ايوه، وتجاهلنا انه في علاقه وده حصل، وفي فتره ثانيه قلنا لا وانكرنا وقلنا لا ده حقيقي مش موجود، وشفنا او ربما التصور الاخر يا دكتوره دينا بياتي عقب كل حادثه. فإذا جاءت الحادثه تواجد فقط في حتى الناس ضخم ثم نرجع تاني. الناس اصبحت لما تشوف الشيخ قاعد جنب القسيس يقولوا خير يا رب، في حاجه حصلت ولا ايه؟ لا بالظبط، في مصيبه حصلت ولا حاجه؟ صحيح. ليه اصل قاعدين جنب بعض كده يبقى في مصيبه حصلت؟ انا قلت كده للرئيس التحرير الجميل بتاعكم على فكره. قلت له هو البرنامج يعني لسبب معين وهيخلص ولا ايه؟ فقال لي لا بالعكس، ده بنناقش قضايا كتير، وده لا خالص، دي حاجه شجعتنا ان احنا نتشرف بيكم. اذا كان التناول بالمعايير الاعلاميه تناول سلبي جدا. اعتقد يتجاهل
اعتقد انه الاصعب والاكثر كان التجاهل. يعني كنا يعني اقدر اذكر امثله انه كنا لما نشوف مثلا انه حد اسمه مينا طالع بيعمل مداخله تليفونيه نقول يا ده اسمه مينا وبيعمل مداخله، يا ده حاجه عظيمه. فكره الغاء الاخر، نتكلم طول الوقت عن قضايا تخص طرف واحد من المجتمع لا تخص الطرف الاخر، فده كانه من انواع حرب الوجود الغاء يعني احنا عملناها بدون قصد. نفس السؤال اللي ساله ابونا يعني نسمع برضو اجابه ورؤيه الاستاذ رامي. يعني انا بعتقد ان الناس اللي بتتهم الاعلام دايما ان هو بيزود الفتن، هم في السياق بيطالبوا الاعلام ان هو يجمل الحقيقه. الاعلام بيعكس الموجود، هو احنا ممكن نتكلم ان هو بيعكس ما هو حادث عند حدوث الازمات بس. هنا اول ما بتحصل ازمه بيبدا الاعلام كله يركز عليها، لكن مش المطلوب منه انه يجمل الامر لان الازمه موجوده اصلا. القصه كلها في تقديري، يعني خلينا نتفق ايه هو الاعلام الاول. احنا عندنا اعلام خاص واعلام عام. اعلام خاص مجموعه مؤسسات تهدف الى الربح، ومفيش حد عنده اراده انه يحقق ربح اجتماعي، كلهم بيحققوا ربح مادي. فالبرنامج ده يعني انتصار لفكره الربح الاجتماعي، وهنرجع له تاني دلوقتي. عايز اعلق على حاجه، لكن الاعلام العام ان كان الاعلام الخاص ما عندوش اراده الكسب الاجتماعي، فالاعلام العام ما عندوش اراده سياسيه اصلا لفكره انه يعود الناس ان في حد تاني عايش معاك. يعني في ناس ما عايشه معاك وما هماش كائنات فضائيه، دي ناس موجوده. فالبرنامج ده بيعود الناس ان يعني في حد اخر، بس الحقيقه ان برنامج واحد مش هيكفي، يعني القصه محتاجه توجه. لا ما هي مبادره اكتر. يعني هي انا مش شايف توجه، مش على مظهر واحد واستنسخ واحد على ما يستنسخونا بقى انت عارف تاخد وقت. يعني دلوقتي في حته الانغلاق اللي اتكلمت عليها الدكتوره، القناه المسيحيه موجوده، الفقرات الاسلاميه موجوده، لكن في حاجه يعني مثلا الناس بتتكلم دايما يقول لك انه عشان يبقى الاخر موجود لازم يظهر في الاعلام، يظهر مسيحيين زي مسلمين. احنا حتى ما بنطالبش بده، ده وضع مثالي. احنا عندنا مثلا في مصر حوالي من 70 ل 75 مليون مسلم مثلا، ومن 15 ل 20 مليون مسيحي، ما فيش احصاء بس تقريبا كده مثلا. يعني المسلمين خمس اضعاف المسيحيين. طيب يبقى المسيحيين محتاجين حصه اعلاميه من تلفزيون الدوله تساوي الخمس، يعني قسم الحصة على ستة واديهم السدس مش الخمس كمان، لأن هم كلهم ستة أجزاء. إحنا بنذيع مثلا مثال دايما خطبة الجمعة طبيعي تتذاع ماشي، طب ما فيش مرة يوم حد كده عظة من أي حتة في الدنيا؟ مش لازم كل يوم حد، مش لازم، ما بقولكش ذيع القداس كله عشان هتيجي واحد يكلمني إعلاميا يكلمني عن التكافؤ، وأنا لو قلت قداس يبقى أنا بتكلم على التساوي، خلاص خلينا أكاديميين التكافؤ. طب يا سيدي انت بتذيع خمس مرات الصلوات الاسلاميه وده جميل، طب ما فيش مره ان كانت صحيح طبعا الصلاه المسيحيه الساعه 10 الساعه 6 الظهر، ما فيش فكره الشعائر التجمعيه، يعني ما ينفعش يذيع حاجه اسمها، فيش حاجه اسمها الاذان المسيحي، بس ما فيش مره تيجي مثلا تقوم كدر 10 ثواني تجيب مثلا ايه من مزمور، مثلا ايه من الانجيل تشعر الناس. في البدايه الناس هتحس ان ده غريب، يعني في البدايه الناس هترفض، في ناس هتهاجمك زي القداس لما بداوا يزعقوا في تلفزيون مصر كده، في ناس في الاول هتهاجمك، بعد شويه هيشوفوه هيقفلوا التلفزيون، بعد شويه هيشوفوه مش هيهتموا، بس هتيجي وقت هيقروا وهيشوفوا ده الناس دي ما بتقولش حاجه يعني غريبه، يعني مش كائنات يعني. فخلاص يبقى دول موجودين معايا. لما توصل بالمجتمع للحظه دي هتوصل لفكره قبول الاخر واحترامه وحريه المعتقد، مدخل بقى للمواطنه، المدخل الاساسي للمواطنة حريه المعتقد، حريه التعبير. فلما الناس بتؤمن بحريه المعتقد والتعبير بيحترموا بعض، واول حاجه بتحصل في المجتمع ودي سر التقدم ان كل واحد بيبقى في حاله. كل واحد بيبقى في حاله فيما يخص الشق الديني وحريه المعتقد، كل واحد في حاله. فالمجتمع بيتقدم لانه بيخلص زي ما حصل بره، يعني وان كان بره تطرفوا جدا لان هم شافوا عصور يعني صعبه جدا في من تحكمات الكنيسه بما يخالف الشرائع والكتب المقدسه. هم خدوها يعني كرد فعل، لا يعني بس يعني من تحكم في الشعوب في العصور الوسطى كان بيدعي زي الجماعات المتطرفه عندنا، بيدعي انه بيستخدم الدين، لكن هو كان بيستخدمها لمجموعه اهداف شخصيه. الناس هناك تطرفت، احنا مش عايزين نوصل لده، مش عايزين نضيع 50 سنه او 100 سنه من عمرنا بعدين نجد ان الالحاد بينتشر او انه يعني معتقدات غريبه اخرى غير مفيدة بدأت تنتشر. الدين ما أن يصطدم بالحياة، النصر هيكون للحياة مهما كان قوة النسق الديني، لأنه الحياة متطورة، الدين ثابت، إذا جمد في مكانه ما خضعش لنوع من أنواع الاجتهاد والتفسيرات المعاصرة هيصطدم بالحياة، الحياة لازم تكسب. ف
فأي مجموعة بتنغلق على نفسها هتنتهي إلى مجموعة أقل فأقل فأقل، خلاص تلاقي بقى إيه يعني، ويسموا بقى نفسهم بقى شعب الله المختار أو يسموا نفسهم الفئة الناجية من النار ما مش مهم، بس في النهاية هم ضد الحياة، ما دام ضد الحياة يخسروا. ففكرة الإعلام ما نحملوش أكتر مما يجب. الدور أصلا دور سياسي تقوم بيه الدولة، المبادرة لازم تيجي من الدولة، وبعد كده الإعلام الخاص بي بي بيبادر بده أو بي بيمشي في هذا التوجه. فإحنا كل مشكلتنا دلوقتي إن إحنا نقول للناس يا جماعة هناك آخر، بس أعتقد إن كتير من المشكلات هتتحل لو الناس فهمت. أنا معجب جدا بإنه الحرية تبدأ من حرية المعتقد، طبعا، والمواطنة تبدأ من حرية المعتقد. أنا مؤمن بده جدا، متى وصلنا إلى مرحلة ما حدش فينا يسأل التاني عن دينه يبقى إحنا كده بدأنا بشكل حقيقي نحقق المواطنة على أرض الواقع. ده اعتقادي وأنا عجبني جدا هذا التعبير. أنا هقول حاجة كمان يعني استكمالا لكلام حضرتك فضيلة الشيخ، هو إنه هي القصة إنه أوكي ممكن ما أسألش عن دينك، لكن في خطوة أجمل وألطف، إنه ممكن أسأل حضرتك، يعني ممكن أسأل حضرتك الدين بيقول إيه في على رأي عادل إمام، الدين بيقول إيه في الحتة دي عند حضرتك. أنا كمواطنة مسيحية أعرف كتير جدا من رأي الدين الإسلامي في كثير من القضايا، وأقدر أدعي أنه في معظم القضايا، لكن الحقيقة أنه زي ما رامي بيقول أنه الآخر ما يعرفش عني حاجة، فأنا بالنسبة له كائن فضائي، أنا فعلا كائن فضائي. فأنه وأنتوا بتصلوا، أنا سألت السؤال ده على فكرة وأنا عندي 20 سنة، إيه ده الدين أنتوا بتصلوا بجد؟ فحسيت بنصلي، يعني كان المعتقد عند كتير من اخواتي المسلمين انه احنا بنصلي بس يوم الاحد في الكنيسه في القداس، ما فيش اي صلوات اخرى. لكن الحقيقه انه فكره اني اعرف الاخر تطبيقا لنظريه انه الانسان عدو ما يجهل، خلق العداوه دايما بيكون من الغموض. انا دايما بحس ان اللي ما اعرفش عنه حاجه ده خطر قوي عليا، خطر يجب ايقافه او القضاء عليه، والانسان عدو ما يجهل وامر مش عارف انت ايه، فانا خايف منك طول الوقت. اسمحوا لي اسف على المقاطعه، انه فكره انك عدو ما تجهل بتبدا تنسج مجموعه من الاساطير عنه انك ما بتسالش. يقول لك اللي بيبوسوا بعض في الكنيسه بقى و بيشربوا يعني حاجات احنا ما ينفعش يمكن نقولها. يعني انا في واحده قالت لي مره، لا انا في واحده واظن انها على قدر جيد يعني من الثقافه، وكانت مدرسه بالمناسبه، قالت لي انه المسيحيين لما بيندفنوا بيحطوا يعني اقولها ايه، زي افلام الفامبايرز، لا ده بيحطوا وتد خشبي كبير في التابوت علشان اول ما الميت طبعا بينتفخ طبيعه الاشياء ينفجر. فقلت لها طب يعني طب انت شفتي حد مدفون كده؟ قالت لي انا عارفه. قلت لها طب يعني طب ايه هدفها؟ طب هم عايزين ينفجروا يعملوا كده؟ قالت لي لا هو بيعملوا كده اللي ما لحقش ينفجر. طب انتوا كده طرحتوا سؤالين اعتقد من الاهميه مكان ان احنا لا نغادر هذه الحلقه حتى نجيب عليهما. انا احب اللغه العربيه دي حتى نجيب عليهما. السؤال الاول ما والسؤالين برضو في نطاق ما يشاع، فاحنا عاوزين نفهم الناس ما يشاع، نصحح الاوضاع بالمره. يعني كنا احنا صغيرين نسمع كده مع الناس اللي بتسمع دي كلها. طيب أيوة نسمع يعني. اولا ماشي في مكالمه خارجيه، يا ريتني قلت نسمع نسمع بقى. طب نسمع ماشي. الاستاذ عبد الحكيم من اسيوط، اهلا وسهلا. ازيك يا ابونا؟ اهلا يا حبيبي، اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. بص يا ابونا اتفضل. يا فضيلتي، اولا بالنسبه لموضوع الـ الاسلام والمسيحيه، مش الإعلام فقط. أيوة. أولاً العلماء من الطرفين يخاطبوا الشعب. يعني أنا من قرية في الصعيد في أسيوط، ما فيش يعني إحنا عايشين مع بعض إخواننا المسيحيين والمسلمين، والله بيت واحد وبننام مع بعض، ويعني الكنيسة بين بيتنا والكنيسة حوالي 10 متر. واخد بال حضرتك؟ أيوة. لما بيعدوا يوم الحد ما فيش شاب يجرأ يبص لأي واحدة معدية. يعني احنا عايشين على اللي بيقول لك في فتنة طائفية في الصعيد، مش كنا الصعيد. احنا قرية وبنتزاور، يعني يوم ما حد بيتوفى عندنا بيروح كله بيأدي الواجب للأسيس وبياخد وفد معاه وبيروح يعزي، يعني كلنا عائلة واحدة وبنشارك بعض وبناكل وبنشرب مع بعض وبننام في بيوت بعض وما فيش مشكلة. هي دور العلماء مش الإعلام فقط. صحيح. المفروض العلماء مع الإعلام يبينوا الناس اللي هي مش فاهمة. صحيح. لكن كلمة مسيح ومسلم
انا عن نفسي بيزعلني يعني. احنا كلنا عيله واحده وصلت رحم من الاخر. الله يخليك. حواء وادم مش كلنا حواء وادم؟ وادم من تراب. صحيح. كلكم لادم لله والوطن للجميع. فالمفروض نتعامل مع بعض اخوه في الوطن. بالنسبه للفتن الطائفيه اللي بيعملوها الناس المتطرفه من الطرفين مش من طرف واحد بالظبط، الناس اللي مش فاهمه. شكرا يا عمر الحكيم. العلماء اللي هم من الطرفين مع الاعلام يخاطبوا الشعب، لكن احنا كائن عايشين طول عمرنا اول مره نعرف مسيح ومسلم لو من دول والفتنه الطائفيه. يعني انا في قريه عيلة واحدة ما زال لغاية الساعة اللي انت فيها، وان شاء الله مصر كلها تكون عيلة واحدة بإذن الله. يا عم عبد الحكيم شكرا جزيلا على هذه المداخلة. عيلة واحدة بيناموا في بيت واحد، بياكلوا من طبق واحد. يعني احنا مش بنقول الحاجات دي معجزة، ما بنتكلمش عليها على انها يا سلام يعني حاجة معجزة في مصر، لا ده الطبيعي بتاع مصر يعني. ولكن هذه رسالة الى كل اصحاب العقول الفارغة التي تبحث كيف تصطاد في الماء العكر. صحيح. وكيف تسعى انها يعني تهدم العلاقة الأزلية، ولكن هيهات لن يصلوا الى هذا الهدف ابدا، لان مصر شعب واحد. عجبتنا هيهدي قوي. بالظبط هيهدي طبعا. عجبتنا هيهدي قوي. انا بس عايز اقول تعليق حاجه بسيطه على معانا تليفون برضه منتظر بقاله فتره. فكروني يا ريتني ما قلت نسمع. استاذ راضي اتفضل. يا استاذ راضي. يا استاذ راضي. هي الدكتوره لازم جهزوا التليفون يا جماعه. بصيتي في الاستاذه دينا. اتفضلي يا استاذه دينا كملي. لا كان عندي تعليق على المكالمه الجميله بتاعت استاذ عبد الحكيم اعتقد انه انه بيقول عليه سوهاج وان ده شكل اسيوط. ده شكل الحياه هناك. وانا مصدقاه جدا برغم ان انا شايفه انه في المنيا مثلا شكل الحياه في بعض القرى لا مش كده خالص. لكن عايزه اقول بقى مثلا العكس كده خالص. انا يعني بقى عايشه في حته اعتقد انها يعني تدعى منطقه راقيه. حصل ان زارت بنتي، زارتنا في البيت بنوتة صغيرة من الجيران، واول ما دخلت بيتنا فشافت الصليب فقالت لبنتي بفزع كده انتوا مسيحيين. فكانت صدمة، مش صدمة لان احنا مسيحيين، لانه طبيعي احنا هنعمل ايه، احنا مسيحيين على فكرة، احنا مسيحيين ومفيش اي مشكلة في ده. لكن القصة لا، هي البنت مش متعودة واخدة فكرة ان المسيحيين دول بقى حاجة صعبة يعني. اتخضت. اللي في البيوت يا فضيلة الشيخ، انا بس ده اللي حسسني بالانزعاج. المفروض انه البنت دي بتتعلم تعليم كويس وساكنة في بيعلموها. فالقصة انه الحقيقة اصل الانسان غير مرتبط ابدا بهو ساكن فين وبيتعلم فين. اللي بيقوله استاذ عبد الحكيم مرتبط بالاصل، الناس الاصيلة اللي عندها انفتاح بالفطره مش محتاجه تتعلم. قد تكون في بيئه في مكان راقي زي ما حضرتك قلتي، لكن الاسره مربيه ابنها او بنتها على 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 اشياء غلط وخطا. وسيله اعلام الاسره والاستاذ عبد الحكيم بيتكلم على الجامع والكنيسه ورجال الدين، هم وسائل اعلام برضو بجانب اللي احنا فيه، هم وسائل اعلام. فهو بس عايزين نقول حاجه، والمدرسه بقى والجامع يعني مفيش دين عامه او معتقد في الدنيا يعني ما بيؤمنش ان هو صح والباقي غلط. عشان كل واحد بيعتقد في نفسه ان هو صح. يعني الدين عند الله والاسلام وليس احد غيري الخلاص المسيح. هو ما كده كده هو ما بيقولك ما ينفعش تروح الناحيه الثانيه، ولكن مش صح مش هيستمر عليه. بيقول لك احترم هذا الاخر وهو حر انه يؤمن باللي هو عايزه، لكن ما تحاولش دايما تبقى فاعل وتبقى متطفل تحاول تستقطبه ودايما. يعني انا في حد حكى لي في هيئه او اداره تنظيم الاسره في وزاره الصحه بيعملوا ندوات في القرى اثناء الندوه، وفي ستات كتير يعني مقتنعين بالكلام وكده. طلعت واحده قالت لا انا لازم اخلف كتير ومش عارف ايه. طب ليه؟ قال لك عشان ننشر الدعوه. فهو عندها هذه الفكره ان احنا لازم ده كتير قوي، بينما اصلا الشعوب يعني مش بتقاس بالعدد، ده الكلام ده ايام القبيله يعني. فهنا محتاج بقى ترجع لحته تجديد الخطاب الديني. طب انت عندك يعني طبعا مش بندخل في كلام ديني تحديدا، لكن انت عندك تكسروا تناسلوا فاني مبهم بكم الازمه. ازمه ثقافه. تعالوا بقى نرجع خاطئه بتصطدم اصلا بالدين. الدين ما قالش كده. بالظبط كده. هي ثقافه غلط لزقوها في الدين. نبدا بقى نتكلم عن فكره الخطاب الديني اللي بجد اللي هو يعني. طب الخطاب الديني بجد بس اخد استاذ راضي. طيب نرجع تاني. استاذ راضي اهلا وسهلا. فندم ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا جناب القس وفضيله الشيخ وضيوفك الكرام. الله يخليك يا استاذ راضي. انا عندي قصيده اسمها انشوده الحب. الله. بتقول هذه بلادي قد سمت وتنفست عبقا ضليل، شعب توحد جمعه جيلا تفرد بعد جيل، فكنائس ومساجد رمز تعانق فوق نيل، جرس يدق سماحة ومؤذن طرد الدخيل، فنسيج وحدتنا على يتقاسم الحمل الثقيل، فدماؤنا سالت معا والنصر يشهد بالدليل، قس
وشيخ غرد أنشودة الوطن الجليل. وطن تبارك في العلا والفرع من نبع أصيل، بالحب عيسى قد دعا ومحمد صفح جميل. فالحب يأتي عندنا يشفى وإن كان العليل، وطني هنا بتلاحم يأبى لخلف أن يميل. فالشعب يرقى بالصفا وبفرقة يمضي ذليل، كم حاقد مستعمر زرع الجفاوة والغليل. وجد القلوب تألفت حبا فعجل بالرحيل. بنياننا بتماسك هزم الخيانة والعميل. بالحب وحد شملنا، فالحب وحد شملنا، نزهو كأطراف النخيل، بستان حب مصرنا تمضي على درب السبيل. الله 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 الله. طب راضي ايه؟ رائع يا استاذ راضي. راضي ايه؟ راضي ايه يا استاذ راضي؟ بس الاول راضي ايه؟ راضي على الطحطاوي من سوهاج مركز طحطاوي. انا قلت الحاجات دي ما تجيش غير من طحطاوي برضه. يعني ما تجيش غير من طحطاوي. ربنا يبارك فيكم وفي اهل طهطا جميعا. تحياتي يا استاذ راضي. وانا البرنامج ده حقيقة في منتهى الجمال، لأنه هو فعلا رائع، فكرة جميلة، وانا احيي حضراتكم جدا جدا، وربنا يبارك في مصر. الفكر النير المستنير زي حضراتكم موجود مصر بخير. نفرح بوجودك دايما معانا وبدخلاتك يا استاذ راضي، ودايما خليك معانا يا استاذ راضي في كل حلقه، تنورنا كده، تشرفنا يا استاذ راضي. في ايمن من اسيوط، ده السعيد كله بيتفرج النهارده. استاذ ايمن. ايمن المنيا. من المنيا. اتفضل. جالك المنيا. جالنا المنيا. يقول لي بقى احنا لا مش كده. استاذ ايمن اتفضل. الو. اتفضل يا حبيبي. مساء الخير يا استاذ ابونا. مساء النور يا حبيبي. مساء الخير. اهلا وسهلا. انا يعني انا مسيحي، بس انا ما حسيتش بحياتك مره في فرق بينه وبين اخويا المسلم. جميل بأمان. جميل في المنيا عظيم. الفرق حاجه واحده بس، ان انا بروح كنيسه يوم الاحد واخويا بيروح الجامعه يوم الجمعه. الله 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 الله. وفي موقف حصل، يعني في موقف مش نزيه من صغر، يعني كان سيدي توفى. انا من قريه تبع اسيوط، سيدي كان توفى. فحصل ان الاخوه المسلمين داخلين طالعين والاسس كتيره. فخالي انا طب ذنب ايه الناس دي كل شويه ابونا يتكلم ربنا يعني طب نضايق الناس دي؟ فراح جاب مأذون وخلى الشيخ يقول ربع وابونا يقول كلمه، والشيخ يقول ربع وابونا يقول كلمه. مش لازم الموقف ده في حياتي يعني. بقى قران مع كلمه يعني. بامانه. الله الشيخ كان يقول ربع وابونا يقول كلمه. هو عزاء واحد لشعب واحد يعني. عمر ما حصل في حياتي خالص في حياتي نهائيا. ربنا يكرمك يا استاذ ايمن. مسلم بس. اشكرك يا استاذ ايمن وربنا يكتر من امثالك باذن الله يا حبيبي. انا كنت عايز اسال سؤالين. نرجع. السؤال بتاع هو فعلا كان الاشاعه اللي انا عارف انها غلط اكيد، بس عايز اسمعها من حضراتكم برضو. يعني يوم ليله راس السنه بيطفوا النور ويبوسوا في بعض. طب لا يفتى وملك في المدينه. قول يا ابونا بقى مش عارفين. اول حاجه لازم نعرفها انه يا فضيله الشيخ مظهر يعني ليله من اجمل الليالي فيها سمات معينه. يعني ليله راس السنه دي اول حاجه بيسموها ليله محاسبه النفس. نعم. اثنين ليله توبه، يعني واحد بيقف يسترجع الماضي الوحش بتاعه عشان خاطر يقلع عنه ويدخل سنه جديده وهو تارك الخطايا الاشياء العتيقه قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. ثلاثه هي ليله مصالحه. الناس اللي متخاصم مع حد لما نيجي نصلي نقول لك قبلوا بعضكم بعضا قبله محبه. دي اصل دي اصل الاشاعه. دي هذه العباره انا اردت ان اذكرها حتى يعني اركز على تفسيرها واوضح الموضوع. هذه القبله بين الرجال مع الرجال والسيدات مع السيدات. ممنوع. ما هو ابونا هيقول لك دلوقتي ما ينفعش رجال وسيدات. وهذه العباره تقال بعد جزء من طقس الصلاه اسمه طقس المصالحه. يعني الناس بتتصالح مع بعض زي ما ربنا اتصالح مع البشر، هكذا البشر يتصالحوا مع البشر. فالشماس بيقول قبلوا بعضكم بعض بقبله مقدسه، فيجي الراجل جنب الراجل يتصالح معاه بهدوء، والست جنب الست تتصالح مع اللي جنبها بهدوء. بالايدين ما هياش قبله يعني. لا بالايدين. وقد يشاء او يصادف ان الذي على يمينك او على يسارك او امامك او خلفك اللي انت هتصطلح معهم يكون واحد من هؤلاء الناس المتخصمين او متنازعين معك. فتتم المصالحه داخل بيت ربنا. اما فكره ان احنا نهيئ افكار او نصدر افكار ليست من الواقع، هذا هو جرم وهذا اتهام باطل، وهذا يعني امر سيء وقد تتوارثه الاجيال. يعني هو سلام بس يا ابونا. سلام بالايدين. ايدين قصاد ايدين. راس السنه كمان. بس كده. راس السنه بس. بس كل اعتقد كله. قبلوا بعضكم بعض. دي في الصلاه اليوميه. فازاي؟ لكن بالنسبه لراس السنه
دي واحد قدام ربنا صدقوني بتبقى ليله في منتهى الجمال، ان كل واحد واخد ركن واخد كتاب الصلاه معاه وقاعد على جنب بيسترجع يعني نفسه، بيحاسب نفسه، بيستمتع باللي بيتقال قدام عينيه، اذا كان على المسرح او اذا كان على المنبر بيتقال حاجات معينه، فبيسترجع ده كله مع نفسه ويقعد يحاسب نفسه، يقعد تبقى ليله جميله جدا. فازاي احنا طبعا نغير المفهوم ونحاول نقلب الفكره ونحاول نغير القصه ببعض الكلمات التي ليست مروعه. هي المشكله بقى مش في اللي يقول، المشكله في اللي يصدق حاجه زي كده. لا ما هو انا اقول لحضرتك يعني ازاي انا رايح انا وزوجتي واخواتي وبتاع وعندنا نضيف النور والناس تبص في بعضها، يعني اي منطق واي انسان بغض النظر عن دينه يقبل هذا الامر؟ يعني ليها في نسق هنا، ده عبس. احنا قلنا انه الانسان عدو ما يجهل، هو طول ما هو مش بيسمع لحن الاخر هو بيسمع صوته بس فهيعمل هو لحن خاص بيه للاخر من كل فيلم اغنيه. قبلوا بعضكم يوم قايل دي قبله، وهو اصلا في عاده غربيه ان في راس السنه الازواج ايا كانوا كابلز يعني متجوزين بقى اصحاب بيبوسوا بعض في راس السنه فعلا، بس مش كعلامه على مش يعني مش في الكنيسه، هي فكره انه بنعدي السنه مع بعض الراجل وزوجته ولا الستات مع الرجاله. لا لا بره مش في الكنيسه، مش موضوع ديني، موضوع اجتماعي يعني حاجه طقس كده. مفيش مكالمه يا استاذ رامي نستقبلها من سوهاج عشان مستعجل هو. الاخ عاطف من سوهاج اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا حضراتكم وطبعا ربنا يوفقك بخير. طول ما فيها اللي زي حضراتكم فضيلة الشيخ مظهر وفضيلة القسم ربنا يوفقك. مصر بخير طالما فيها اللي زي حضراتكم. احنا محتاجين برامج تكثيف، برامج زي البرنامج اللي انتوا حضراتكم فيه دلوقتي الإعلام ولتصحيح الخطاب الديني. لسه في ناس لحد اللحظة دي فكرها مغيب برضه. صحيح. انا بحترمك يا شيخ مظهر لان ليك نهج معين يعني ما بتحدش عنه. الله يكرمك استاذ، احد المجاهدين العظام الشيخ مظهر في هذه النقطه بالذات يعني اللي بصل لقلوب الناس. الله يكرمك استاذ عاطف، اشكرك جدا على دعمك لينا. احنا اقسم لك بالله انا تربيت يمكن وسط اسره مسيحيه. لا كناش نعرف لا مسيحي ولا مسلم زمان، كانت والدتي لما تدور عليا تقول تلاقي عنده مسامي. اروح عنده مسامي انا جعان عاوز اتغدى عاوز اكل، تعطل اكل ناكل كلنا مع بعض. وهم كذلك برضو. ايوه. كلنا نعرف الفرق لا بين مسيح ولا مسلم. لكن في بعض الناس اللي ظهرت في هذا الوقت هي اللي غيرت افكارنا، فاحنا محتاجين تكثيف البرامج دي. باللي زي حضرتك يا استاذ عاطف باذن الله وكلامك الطيب ده هنرجع الموضوع لاصله تاني ان شاء الله. بالظبط كده، ترجع الميه المجاريها. والله مصر بخير. الله يخليك يا استاذ عاطف، ربنا يبارك فيك ويكثر من امثالك. شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ عاطف، شكرا. الخطاب الديني. شكرا جزيلا. شكرا استاذ عاطف. معانا مين تاني يا جماعه؟ استاذ يوسف من القاهره. اهو اخيرا القاهره. القاهره وصلت. اتفضل يا استاذ يوسف. استاذ يوسف اصله من الصعيد. يا استاذ يوسف كده اتفضل. الو اتفضل استاذ يوسف. قبل الايادي يا ابي. ايش يا حبيبي؟ تقبل الايادي يا سيدي ولا لازم تقبل ايادي يا ابونا بس يعني؟ لا وحضرتك برضه. الله يكرمك يا حبيبي. العفو. لا وحضرتك كمان. العفو يا حبيبي، ربنا يكرمك. كما يقبلون يد ابونا الكاهن يقبلون برضه يد فضيله الشيخ. العفو يا حبيبي، ربنا يكرمك. انا بس اللي عايز اسال حضرتك فضيله الشيخ عن الخطاب الديني. ايوه اتفضل يا استاذ يوسف. بالنسبه عندنا احنا في الكنيسه على مدار السنه في قراءات معينة ملتزمين بيها. قراءات معينة. يعني الخطاب بيبقى كل يوم حد أو جمعة حسب الظروف أو حسب النص الموجود في الصلاة. بيبقى لازم أبونا يتكلم عن الموجود حاجة قدام. معينة في الداس. على مستوى الكنائس كلها تلاقي الوعظة موحدة على حسب اليوم. يعني مفيش كنيسة تلاقيها ما بتتكلمش ابونا يتكلم عن حاجه تانية وابونا يتكلم عن حاجه تانية، لا كلهم بيتكلموا في اللحظه اللي هي موجوده في الكنيسه. تمام. يعني مثلا عيد الميلاد تلاقي كل الكنائس الوعظ عن عيد الميلاد. صحيح. فهل ممكن عندكم يبقى في الخطاب الديني مثلا موحد يعني في المولد النبوي مثلا؟ يا استاذ يوسف وصل سؤالك هجاوبك حالا دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا. احنا بالفعل موجود دلوقتي حاجه اسمها الخطبه الموحده، بنتكلم في المناسبات كلنا في نفس موضوع المناسبه، وفي غير المناسبه فيه موضوع بيبقى لخطبه الجمعه كل اسبوع بيبقى معمم على كل ائمه الاوقاف على مستوى الجمهورية. فده احنا برضو بنطبقه دلوقتي للضرورة اللي احنا عايشينها في هذه الفترة. احنا عشان وقت ما خلاص نرجع. يعني موضوع خطاب الديني بس عندي تعليق عليه. ممكن هو
بعيدا عن يعني بعيدا عن المواضيع الخطاب الديني والامور الشائكه اللي جواه وازاي نوصل للحلول لحاجات كتير، هو اصلا احنا عندنا خطابين دينيين موجودين بالتوازي والاثنين مش مؤثرين، لان واحد فيهم بيخاطب العقل ومش بيخاطب القلب اللي هو ممثل مثلا في اذاعه القران الكريم. اذاعه القران الكريم بتتكلم بلغه لا يتكلمها احد في الشارع، فانت بتلاقي ناس بتتكلم كلام منمق وكويس وصحيح ويخاطب العقل بس ما يدخلش القلب لان الناس ما بتتكلمش زيي. او هذا يعني ده رايي يعني. وعلى الجانب الثاني في خطاب بيدخل القلب بس ما بيسمعش في العقل، اللي هو فكره الدعاء الجدد بالشكل النمطي الكلاسيكي للكلمه يعني. دي ناس بتمارس التنميه البشريه، بيجيب دروس تنميه بشريه وبتحط فيها شويه ايات، وبعضهم كان بيجيب عظات البابا شنوده، وبعضهم بيجيب محاضرات سامح موريس وبيحطوا، لا بتكلم على الدعاء الجدد اللي في الشق الاسلامي، وبياخدوا الكلام ده ويحطوا عليه ايتين وبتاع ويلا ونكسب يعني، العمليه سبوبه، ولا ده يسمع مع الناس ولا ده يسمع مع الناس. فالفكره انه بعيدا قبل لما نتكلم عن موضوع الخطاب الديني، خلينا نتكلم عن شكله، ايه الشكل الكويس اللي ممكن نوصل بيه للناس. صحيح. أنا عندي والوسيلة كمان. انا عندي بس رؤية في موضوع الشكل ده، احنا الشكل هو اللي ضيعنا يعني. بتأكيد انت نظريتك عن الشكل دي مظبوطة، انه لكن احنا الحقيقة انا شايفة ان واحدة من اسباب تأخرنا جدا حتى على المستوى الديني اذا كان صح التعبير، او المستوى الروحي زي ما بتقال في المسيحية، هي فكرة انه مهم جدا تتميم الشكل. في مثل بحبه جدا دايما بقوله في الحتة دي، انه في مثل يقول كده انه الشخص الغني قوي 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 كده، لو تاخدوا بالكم في واحد اسمه مارك زوكربيرج اللي عمل فيسبوك مثلا، دايما بيلبس تيشرت واحد بس، بغيروش ما بيهموش قوي انه يبقى لابس على الموضة ولا لبس غالي، بس هو بيقلد مؤسس ابل بزاوية يعني. اقصد اقول انه كل ما الواحد بقى غني جدا او عنده كفاية وعنده ثقة في نفسه، مش فارق معاه قوي مظهره. احنا الحقيقة لما افتقرنا في المضمون بقى مظهرنا مهم جدا، فاحنا وقعتنا دي، فبقى في عندك قطاعات كبيرة من الناس في كل المجالات، كل المجالات في كل الأديان يهتموا بتتمم الشكل جدا. لما نيجي عند المضمون، المضمون اللي هو الحياة اليومية والمعاملات والإنسانية والرقي والتحضر والحاجات الجميلة دي ما بنلاقيهاش، ونفضل نقول يا جماعة والكنايس مليانة والجوانب. هو مسمى دعوة، مسمى صح يعني. احنا في مجتمع اسلامي، فكره ان في ناس بتدعو للاسلام، ده المسمى ده صحيح ولا محتاج يتغير؟ ده سؤال حقيقي عندي يعني. لا هو مش دعوة يعني، هل هو توعيه تدعو الى فضيله الى الخلق، الى مكارم الاخلاق، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجدلهم بالتي هي احسن. فالدعوه مقصود بها دعوه الناس الى مكارم الاخلاق. بس اعتقد انه الاسلام والمسيحيه ايضا دينان دعويات يعني، دين فيهم التبشير. طبعا انا اتكلم على التبشير لان هم منغلقين، لكن المسيحيه والاسلام اعتقد ان بيدعو الفضيله بس لا اكراه في الدين. ما حدش يكره حد على انه يدخل في الدين باي وسيله من وسائل اكراه، حتى ولو كان بازدراء دين الاخر. ما هو قد يكون الاكراه مش معناه انه ماسك سكينه، لان بكرهك في دينك بشكل او باخر عشان اكرهك على الدخول بالاسلام بشكل غير مباشر مثلا، او الدخول لديني سواء مسلم او مسيحي يعني. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولكم دينكم ولي دين. فديت يعني قواعد حاسمه في هذا بس الموضوع. بس التيارات المتشدده فضلت الشيخ بتتكلم عن هذه الايات، انا لازم اختم ايات منسوخه وموضوع موضوع الفيسبوك. طيب. ما اتكلمناش فيه اصلا. فينفع يعني 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 في وقت حضراتكم يسمح ان احنا نستضيف حضراتكم تاني نتكلم بقى في موضوع الفيسبوك والكلام ده؟ شرفنا يعني. وانا اسف ان احنا ما طولناش معاكم، كان نفسي على طول عن كده. لا احنا اتشرفنا، لكن نورتونا وشرفتونا على الافكار النيره. لا والله قاعده كده حاسس قاعده وديه، والمحبه اللي بينكم ربنا يخليك، ده هينعكس على كل المحيطين بيكم. اقول لك يا ابونا حاجه، ما تخليش الاشاعات تطلع علينا. لا انا بعزرني جدا من قبل ما قبله، احنا التقينا قريب على فكره. لكن انا بحترم طول الوقت افكاره، طول الوقت بتابعه وبتابعه من خلال الفيسبوك. هنلتقي مع بعض تاني ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله تعالى. بشكركم، بشكر الاعلاميه القديره الاستاذه دينا عبد الكريم، شكرا جزيلا. عايزين نقول لهم احنا لينا لقاء اخر ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في احتفاليه الخاصه بمرور 15 سنه على انشاء وبدء ارسال قناه المحور. الواحده ظهرا غالبا الصديقان هيكونوا ضيوف على شاشه المحور الخميس القادم. نقول لكل المحور وكل العاملين في المحور ورئاسه المحور وكل الشعب كل سنه وانتم طيبين، وعقبال 150 سنه يا محور،
وانت منوره كل المسكونه ومربنا. بنشكر كمان الاستاذ رامي. شكرا يا شكرا جزيلا الاستاذ رامي جلال على حضورك معنا النهارده، ونلتقي ان شاء الله على خير باذن الله. ربنا يحل حالك. شكرا يا ابونا. شكرا يا ابونا على الحلقه الجميله النهارده وعلى الاجابه الجميله بوجود الوجوه الاعلاميه الجميله المستنيره. المخرج بيوصلنا على الاستاذه دينا. شكرتك والله. لا لا صح، ده بشكر الاستاذه دينا يا جماعه والله بشكرها على الهوا. واذا كنت جرحتي من احد فجرحك على كل رؤوس المصريين. حقك عليا، حقك عليا. ليه؟ لا حصل. انت عارفه ان في ناس كده تبقى يعني بتحدث كلام مش عارفه بتكشفوا عياها ولا ايه، مش عارف. وخاصه بعد تواجدك في المجال الاعلامي العام دلوقتي بعد ما سبت القنوات الفضائيه المتخصصه، لا شك ان ده هيضيف ليكي حاجات كتير، وانت اصبحتي فوق رؤوس المصريين دلوقتي. موفقين ان شاء الله. شكرا يا ابونا، بنشكر حضرتك جدا على حضورك معانا النهارده، ونلتقي على خير ان شاء الله. شكرا لكل اللي اتصلوا بينا، وشكرا لكل اللي تابعونا. الخميس معاكم الساعه 1 الظهر باذن الله في المحور، والثلاث برضو الجاي معاكم ان شاء الله. الحلقه دي هتتعاد بكره الساعه 12:30 الظهر ان شاء الله. في امان الله.